هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار، كل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين بخير يا رب. طمنينا اخبار الجو ايه النهارده، وهل في اي ظواهر جويه يعني مثلا زي رياح او شبوره الجو النهارده؟ احنا طبعا عارفين طبعا ان في استقرار ففي شبوره، لكن قول لنا يعني، لان احنا كمان درجات الحراره يعني في القاهره النهارده 28 العظمى والصغرى 17، ده فرق تقريبا 11 درجه ما بين الصبح وبالليل. هو بالفعل يمكن احنا اليوم ناويين ان هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحراره عن امس بحوالي 4 لـ5 درجات. يمكن اليوم هيكون من ضمن ايام ذروه ارتفاع قيم درجات الحراره، كان بدانا من امس ارتفاع في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء ان شاء الله يكون ذروه ارتفاع قيم درجات الحراره. درجات الحراره اليوم اعلى من المعدلات الطبيعيه مثل هذا الوقت من العام بحوالي 5 لـ6 درجات، لان بالفعل العظمى اليوم على القاهره الكبرى خلال فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره بتوصل ل 28 درجه مئويه، ده طبعا بسبب تاثر البلاد بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، الكتل دي بتكون مرتفعه في قيم درجات حرارتها بالشكل الكبير، كمان هيكون في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وطبعا ارتفاع قيم درجات الحراره. يمكن اليوم الاجواء هتكون اجواء حاره في معظم محافظات الجمهورية من شمال البلاد حتى جنوب البلاد، ويمكن كمان المناطق الجنوبية اللي هي جنوب الصعيد يعني تكون أكثر تأثرا بارتفاع قيم درجات الحرارة، واللي متوقع أن العظمى عليها فترة النهار على الأقصر وأسوان توصل ل 35 درجة مئوية، وده طبعا ارتفاعات كبيرة في قيم درجات الحرارة في المناطق الجنوبية. وطبعا مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل عكس تماما، بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، والانخفاضات دي بتكون ملحوظة بشكل كبير فترات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر فترة الصباح الباكر. وبالفعل فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز في القاهرة الكبرى 11 و12 درجة مئوية، في محافظات الصعيد أحيانا 15 درجة مئوية. أجواء فترة الليل هتظل أجواء باردة في معظم المحافظات وخاصة كمان في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، ولازم بقدر الإمكان ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل. ودايما في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية الشبورة المائية اليوم هي الظاهرة الجوية اللي كانت مؤثرة معانا خلال الساعات الماضية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ساعة بالكثير جدا والشبورة المائية تتلاشى تماما لأنها بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس وما بتأثرش على حركة المرور. بس هننوه ان بكره الاربعاء ان شاء الله الشبوره المائيه دي ممكن تكون كثيفه في بعض الاماكن فتاثر على الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، فهنخلي بالنا بس بكره من الشبوره المائيه بشكل كبير مع استمرار طبعا ارتفاع قيم درجات الحراره غدا، لان غدا لسه متوقع تكون ذروه ارتفاع قيم درجات الحراره وعظمى على القاهره الكبرى توصل ايضا ل 28 درجه مئويه. ومع يوم الخميس تدريجي قيم درجات الحراره تنخفض بمعدل 3 لـ4 درجات، الانخفاض هيكون محسوس اكثر وملموس من يوم الجمعه والسبت الجايين ان شاء الله، تعود درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام والتوزيعات الضغطيه تختلف تماما. بعض الايام كمان اللي جايه يمكن اليوم مش هيكون في اي نشاط رياح موجود في اي منطقه من مناطق الجمهوريه في اعتدال كامل في سرعات رياح، لكن في بعض الايام اللي جايه هيكون في نشاط رياح هيكون موجود اكثر فتره المساء ساعات الليل، وجود نشاط رياح يساعد ان احنا نحس بالبروده ويساعد ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره. كمان بس نطمن كل الساده المشاهدين ان الكتل الهوائيه كتل هوائيه صحراويه،
فنسب الرطوبة منخفضة بالشكل الكبير، فده مش هيخلينا نحس بارتفاعات قيم درجات الحرارة بالشكل طبعا زي فصل الصيف، فما نقلقش تماما من الارتفاعات اللي موجودة في قيم درجات الحرارة. أنا لو موجود في أماكن ظل أو في موجود مناطق مغلقة مش هحس تماما بارتفاع قيم درجات الحرارة بسبب انخفاض نسب الرطوبة. بس هنأكد على كل السادة المواطنين، مهم جدا عدم تخفيف الملابس خاصة ما بعد الفطار لحد فترة الصباح الباكر، يعني الفترة دي الناس بتحب تخرج دايما في رمضان بعد الفطار، فمهم جدا الملابس الشتوية تكون موجودة معانا، لأن احنا الفترات دي لسه فيها برودة، فصل الشتاء لم ينتهي، وتجنبا طبعا لنزلات البرد يفضل ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله وخاصة فترات الليل. مهم جدا في فترات السحور نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ومهم كمان نتابع النشرات الجوية، لأن الفترة دي دايما بيحصل فيها تغير سريع في حالة الطقس من يوم للتاني، وبيحصل فيها تقلبات جوية حادة وسريعة لأنها فترة انتقالية ما بين الشتاء والربيع. أكيد طبعا نصائح هامة. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة العظمى 28 والصغرى 17، وفي العاصمة الإدارية 29-16، الإسكندرية 25-14، والعالمين الجديدة 24-14، مطروح 21-12، ودمياط 24-15، بورسعيد 24-15، والإسماعيلية 29-16، السويس 28-17، والعريش 26-14، كاترين 21-8، وطابق 26-6، حلايب 26-20، وشلاتين 27-19، شرم الشيخ 29-18، والغردقة 28-18، الفيوم 28-14، وبني سويف 28-14 أيضا، الوادي الجديد 33-16، وأسيوط 30-13، سوهاج 31-13، وإنا 32-15، الأقصر 33-16، وأسوان 35-19. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. عودة مرة أخرى لشاذلي وباسنت ومتابعة فقرة صباح خير يا مصر. شكرا لك.